بليدة. اليوم لازلنا نسجل أعدادا كبيرة في البليدة دكتور فرار. يعني نتائج الحجر الصحي ما راحش يكون يعني بعد 3 أو 4 أيام، لأنه الحجر الصحي على مستوى ولاية بليدة كان في 23 مارس، ولازم نشوفوا النتيجة راح تظهر 15 يوم بعد 23 مارس باش نشوفوا الحاجات، لأن النتائج الأولية لهذا الحجر الصحي. ولكن كل نتيجة إذا المواطنين يعني احترموا كل توصيات ما يخص هذا الحجر الصحي، ولا ما احترموش يعني ماش تكون نتيجة. يعني لهذا نطلب من المواطنين عبر ولاية البليدة وأيضا الولايات الأخرى المعنية بالحجر يعني ماهوش الصحي كامل، باش يلتزموا بالقواعد الوقائية فيما يخص النظافة الشخصية والبيئية، وأيضا احترام الحجر الصحي وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة. هذا هو اللي راح يسمح لنا باش نقضيو على الانتشار هذا الفيروس الخطير.